شروف قول لي قبل الناريشن الله يخليك. صباح يا استاذ. قول لنا قبل الناريشن. عندي يا أستاذ أشرف شكلها هي السيدات والسادة من مطار القاهرة الدولي من قاعة كبار الزوار تهبط طائرة قداسة البابا فرانسيس الأول في زيارته التاريخية إلى مصر. تمثل الزيارة التي يقوم بها البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان إلى مصر فرصة للإطلالة على رؤى رأس الحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية ومفاهيمه الثقافية التي تدخل في جوهر ثقافة السلام والحوار بين الثقافات والحضارات. ففي رسالة بالفيديو على الموقع الإلكتروني للفاتيكان وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة للشعب المصري بمناسبة هذه الزيارة، قال فيها: يشرفني أن أزور الأرض التي زارتها العائلة المقدسة، منوها بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر في العالم وبخاصة العالم الإسلامي. واختتم رسالته بعبارة: تحيا مصر. الفاتيكان اختار شعارا لهذه الزيارة وهو بابا السلام في مصر السلام، بينما نوهت إذاعة الفاتيكان بأن شعار الزيارة يقترن بصورة تظهر مصر بنيلها الخالد رمز الحياة وعراقتها التي ضمت كل الديانات التوحيدية، كما يتمثل في شموخ الأهرامات ورسوخ أبي الهول. ويرمز الهلال مع الصليب في تعانقها للعيش المشترك بين كل المصريين. تأتي زيارة قداسة البابا فرانسيس الأول لتكون الزيارة الثانية لبابوات الفاتيكان لمصر، حيث سبقتها زيارة لقداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، وذلك في 24 من فبراير من عام 2000.
وكانت الزيارة الأولى لبابا روما منذ دخول الإسلام إلى مصر. وها هو دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يتحرك من قاعة كبار الزوار متجها إلى سلم الطائرة التي تقل قداسة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الأول. المجتمع المصري والتقى خلالها قداسة البابا بالرئيس الأسبق حسني مبارك وتبادلا وجهات النظر بشأن مسيرة السلام في الشرق الأوسط فضلا عن ملف العلاقات الثنائية بين مصر والفاتيكان. ها هو باب الطائرة يفتح وينتظر خروج قداسة البابا فرانسيس الأول من داخل الطائرة لتطأ قدماه أرض مصر للمرة الأولى في تاريخه والثانية في تاريخ باباوات الفاتيكان. تضمنت زيارة قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني لقاءين مهمين مع كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الراحل دكتور محمد سيد طنطاوي وقداسة البابا الراحل شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. ها هو قداسة بابا الفاتيكان يخرج من الطائرة وينزل على سلم الطائرة ليكون في مقدمة مستقبليه دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. وأيضا من مستقبليه البطريرك سعادة سفير مصر في كرسي المسؤول. اسمكم ايه؟ اسمكم جوزين حتى وقد بادر فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بزيارة للفاتيكان في مايو الماضي حيث كانت الزيارة الأولى لشيخ الأزهر للقصر الرسولي وهي الزيارة التي غابت الجليد منذ هذا التاريخ 23 العاشر من مايو من عام 1973. ها هو قداسة بابا الفاتيكان يصافح كبار مستقبليه تحت سلم الطائرة التي أقلته من روما في زيارة مهمة لمصر تستغرق يومين. وسوف يخرج قداسة بابا الفاتيكان من قاعة كبار الزوار
ليتجه إلى الكاتد إلى ها هو قداسة البابا يتجه مع دولة رئيس مجلس الوزراء على السجادة الواصلة بين طائرة قداسته وقاعة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي. في 2016 أطلق البابا فرانسيس شعار عام الرحمة وطالب بتعميم تعاليم الرحمة على الجميع. ها هو قداسته يدخل مع دولة رئيس مجلس الوزراء إلى قاعة كبار الزوار ليتجه بعدها إلى قصر الاتحادية لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية. السيدات والسادة من قاعة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، نتواصل مع حضراتكم في هذه الزيارة التاريخية وحصريا على التلفزيون المصري. بعد وصول قداسة البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان والذي كان في مقدمة مستقبليه دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وهم خرجوا الآن مع وفد كبير من الكنيسة الكاثوليكية يترأسه قداسة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الكاثوليك في مصر، متجهين إلى قصر الاتحادية لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الزيارة للحبر الأعظم في الكنيسة الكاثوليكية، قداسة البابا فرانسيس هي الأولى لقداسته في تاريخه وهي الثانية في تاريخ الباباوات بالفاتيكان، حيث كانت الزيارة الأولى في عام 2000 لقداسة البابا يوحنا بولس الثاني. هذه الزيارة المهمة التي تستغرق يومين يلتقي خلالها قداسة البابا فرانسيس الأول بلقاءات عديدة مع فخامة الرئيس ثم فضيلة الإمام الأكبر أثناء انعقاد مؤتمر التسامح، ويلقي كلاهما كلمة في هذا اللقاء المهم، ثم يجتمع بالشخصيات العامة وكبار رجال الدولة في أحد الفنادق التابعة للقوات المسلحة، وبعدها يخرج متجها إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في لقاء مهم مع قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي بدأ هو زيارته إلى الفاتيكان في 10 مايو 2013، حيث التقى بقداسة البابا فرانسيس
بكبار قادة ومسؤولي الكنيسة الكاثوليكية في روما. هذه الزيارة التي استمرت 5 أيام زار فيها قداسة البابا تودروس كل معالم الفاتيكان وروما بصحبة قيادات الكنيسة الكاثوليكية. في هذه الزيارة وجه قداسته الدعوة إلى قداسة البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان ليزور مصر، وها هو يلبي دعوة قداسة البابا تودروس الثاني، وبالتأكيد دعوة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي زاره في نوفمبر من عام 2014. قداسة البابا لبت دعوة في زيارة مهمة تحمل شعار بابا السلام في مصر السلام. قداسة البابا ينشر تعاليمه السمحة وتعليم